مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. الجزائر وتفاصيل وأسرار ما قام به حرس الحدود مع تجاوز حدودها، ولماذا يرفض الرئيس من كل طلبات محمد السادس؟ بداية مع القضية التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي بعد التحرك والتصرف المفاجئ من حرس الحدود الجزائريين مع المواطنين الفرنسيين الذين اجتازوا الحدود الجزائرية بعد أن تركهم حرس الحدود المغربي يعبرون لجهة الجزائر دون منعهم، وهم من أصول مغربية كانوا يقيمون في المغرب. ومع الضجة والتشويه الكبيرين التي تحاول وسائل الإعلام المغربية فعلها ضد الجزائر، فالجميع مجمع طبعا على أن ما حدث لهم أمر مؤسف ولا أحد يعجبه ما حدث لهم، لكن النظام المغربي هو المسؤول عنهم، وهو من غرر بهم ولم يمنعهم من دخول السواحل الجزائرية. فالجزائر ردة فعلها المباشرة عليهم جاءت بعد تجاوزهم للحدود بدراجاتهم البحرية والاستمرار في التقدم. والنظام المغربي الآن لن يستطيع إدانة وحدة الضغط على الجزائر في القضية، لأن النظام المغربي كان السباق في مثل هكذا تصرفات، بل ولا تقارن ردات الفعل من الأساس. فمثلا ما حدث سابقا مع شاحنتين الجزائريتين اللتان كانت اقتربت قليلا من الحدود المغربية وكانت تسيران على أراضي الصحراء الغربية وليس حتى في الحدود المغربية المعترف بها دوليا مرورا إلى موريتانيا، ومع ذلك النظام المغربي بطائرته المسيرة سفاهما فورا. ومنذ ذلك الحين الجزائر ظلت صامتة ويبدو أنها قررت التعامل بالمثل بالتحرك المباشر ضد أي تحرك من جهة المغرب في تجاوز الحدود السيادية الجزائرية، خاصة إذا كانت تحركات مريبة ومشبوهة كما حدث مع المواطنين الفرنسيين من أصول المغاربة الذين كانوا يقودون دراجاتهم البحرية جاتسكي ومروا إلى الحدود الجزائرية دون أن يمنعهم حرس الحدود المغاربة، ورغم علمهم بأن الجزائر ستتدخل وتتخذ إجراء رادع لهذا التحرك الذي بنفس معاملة المغرب يكفله القانون بأي تحرك كيفما كان من أي أطراف تتعدى على الحدود البحرية وتتجاوزها. فالشعب الجزائري لم يفرح بما حدث لأولئك المواطنين الذين هم فرنسيون من أصل مغربي، ونسأل لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر، لكن النظام المغربي هو المسؤول عما حدث لهما. وكل هذا التوتر الحاصل بين البلدين بسبب ما فعله النظام المغربي للمواطنين الجزائريين في الشاحنات سابقا، ما جعل ردة الفعل من الجزائر متأهبة على ما يبدو بنفس الحدة. والشبان الذين تجاوزوا الحدود أخطأوا على ما يبدو لن يكونوا يتوقعون العواقب الوخيمة لمغامرتهم وتصرفهم الطائش بتجاوز حدود بحرية محروسة وعلى أهبة الاستعداد للتحرك مشبوه. وعليه فالنظام المغربي ليس أمامه إلا الصمت. أما تهجمات إعلامهم على الجزائر فلا حدث والوضع المشحون، قد يحدث أحداث أكبر من هذه بكثير لهدف التعقل وتوبة النظام المغربي من عملتهم والعودة للحضن العربي. مهم جدا لأن استفزازاتهم وتحالفاتهم ومؤامراتهم المشبوهة قد تأخذ البلدين للمجهول، وكل سياسات محمد السادس تتناقض دائما مع دعواته للرئيس بون ورفع العقوبات والصلح. لهذا الرئيس بون يرفض أي صلح مع المغرب إلى أن يغير الكثير محمد السادس ويتخلى عن كل سياساته ضد الجزائر وتحالفاته وغيرها الكثير. الصحافة الصينية تكشف مفاجأة جديدة وتضع الملك المغربي في ورطة، وهذا ما أرسله الرئيس الصيني للجزائر ورده القاسي وإنهاء محاولة المخزن. بداية الصحافة الصينية تتطرق وتتفاعل مع محاولة النظام المغربي التشويش على العلاقات الجزائرية الصينية وكذا محاولة تلفيق التهم والأكاذيب على كلا البلدين، خاصة وأن محمد السادس وفق الصحافة الصينية والعربية أنه منزعج ومستاء جدا من تجاهل الرئيس الصيني له كليا واتجاهه للجزائر وضخ فيها استثمارات ضخمة وشركات استثنائية وتاريخية. فما سبب صداعا لمحمد السادس منذ عودة تبون من الصين وتحمله كل هذه المدة إلى أن فقد أعصابه الآن بسببه هو الرقم الضخم من الاستثمارات الصينية في الجزائر ب 36 مليار دولار كاملة، حيث كان واضحا انزعاج الصين من البيان الذي حدفه المغرب بعد اعتراض الصين واتهام الصين للمغرب بمحاولة تشويش على العلاقات مع الجزائر، بجانب حتى افتعال فتنة ومشكل كبير بين البلدين، منددة بخرجة النظام المغربي ومطمئنة للجزائر بأن كل ادعاءات النظام المغربي مجرد أكاذيب وأوهام غريبة جدا، حيث نفت الصحافة الصينية أيضا ادعاءات المخزن عن استثمار الصين بشركة هواويو بقيمة 200 مليار درهم أي ما يعادل 20 مليار دولار في صناعة البطاريات. فالمشكل وما أزعج الصين ليس في الكذبة فقط بل في الكذبة الثانية والخبيثة والأكبر وفق وصف مراقبين صينيين، بعد ادعاء المغرب أن 20 مليار دولار تلك تستثمرها الصين في الصحراء الغربية لصالح المغرب في كذبة فاقت حدود دعاية سوداء وأثارت استغراب.
وحتى استهزاء من لجوء النظام المغربي للأكاذيب على دول وخداع شعبه. البعد الأساسي في ترويج هذه الدعاية هو الإيهام بأن الصين تدعم السيادة المزعومة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية، أما البعد الاقتصادي فيبقى غائبا، لأن هذا الخبر لا يمكن أن يصدقه حتى الإنسان الأخرق. فالدعاية المغربية تخاطب الرأي العام على أنه قطيع لا يعمل عقله. وبعد نشر البيان من المغرب وسخرية الصين من هذه الكذبة وتوضيحها للجزائر، مع تقديم توضيحات للجزائر وانتقادات لديها للمغرب، تراجع المغرب وسحب الكذبة من كل الجرائد وقنواته، بعد أن كانوا قبلها نشروه ويفتخرون ويعتبرون ذلك انتصارا على الجزائر، لينكشفوا أمام العالم وسحبوا كل كلامهم بعدها، مع العلم أن السفارة الصينية في المغرب وبخت النظام المغربي كثيرا وحذرته من هذه الأخبار المغروطة وضرورة عدم تكرارها. كذلك الصحف الصينية انتقدت المغرب ووصفت نظامها بالكاذب، والأكيد انزعاج الرئيس الصيني وأن هذه الخطوة المخزنية من شأنها أن تحدث أزمة كبيرة في العلاقات الصينية المغربية، خاصة وأن هذا الأمر يعد تجاوزا وإساءة لها ومحاولة لإفساد علاقتها بالجزائر، وحتى محاولة ضرب المصالح الصينية. تحركات الجزائر الأخيرة تفاجئ محمد السادس، ولن تصدق ماذا حاول فعله. لن تصدق أيضا لماذا طلب من الجزائر تقاسم أرباح منجم غار جبيلات مجددا. بداية، الملك المغربي محمد السادس يقوم بخطوة مفاجئة وغريبة أيضا، بالتزامن مع إبرام الجزائر اتفاقية ضخمة مع عدة دول بينها الصين التي يزورها الرئيس بون، ويمضي على اتفاقية جديدة منتظرة بخطوات تاريخية، وهو الذي حظي باستقبال خاص. حاليا ومنذ بدء إعلان الرئيس بون زيارته للصين، أطل محمد السادس بخرجة غريبة، حيث طلب بشكل رسمي عبر مختلف المنصات الإعلامية المغربية من القيادات الجزائرية باحترام ما جاء في اتفاقية 1972 بين الجزائر والمغرب حول الاستغلال المشترك لمنجم غار جبيلات، مطالبا بحصة المغرب، وأنه يجب أن يكون الاستخراج في الأراضي الجزائرية بالشراكة مع المغرب وتقاسم الأرباح وكلها إيدات. في خطوة غريبة جدا، فضل الرئيس بون تجاهله كليا وعدم الرد عليه أصلا، ناهيك عن تجاهل الصين أيضا لطلب محمد السادس. فالصين دخلت للجزائر باستثمارات ضخمة حتى في غار جبيلات لمساعدة الجزائر في استخراج كميات مهولة منه، وهو المنجم الذي دخل حيز الخدمة بشكل رسمي بشراكة صينية. ومنذ ذلك الحين لم يسكت الملك المغربي ويحاول التحجج بالاتفاقيات، ونشر موقع الصحيفة المغربية مقالا مطولا حول الاتفاقية، زاعما أن الجزائر حافظت على سيادتها وافتكاكها من الاستعمار الفرنسي، لكن الآن حسبها قد خالفت النصوص القانونية التي جاءت في الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والمغرب حول الاستغلال المشترك لمنجم غار جبيلات لمدة 60 عاما، في خرجة إعلامية مثيرة لسخرية من النظام المغربي الذين لن ينالوا ما يدعون إليه حتى ولو في الأحلام. فالجزائر تاقت درعا من هذا النظام المغربي وفكرهم التوسعي الذي لم يتردد بمطالبة حتى الجزائر بمنحها تراخيص لاستغلال المناجم تقع داخل التراب الجزائري وتحت سيادة الجزائر دون خجل ولا